هذا هو التليفون الجديد من شركة شاومي، اسمه شاومي 12 تي برو. هذا التليفون عنده كاميرا خصوصية معمولة من شركة سامسونج، مسمينها الايسوسيل اتش بي 1. هذه الكاميرا 200 ميجا بكسل، مش عادي 200 ميجا بكسل عليها. ومش بس هيك، الحاسوب الموجود فيه لهذا التليفون سناب دراجون 8 جن 1 البلس، الموديل الجديد اللي اخذها باخر السنة. وعندنا كمان بطارية كبيرة، تشريج قوي، كتير كتير شغلات معجب فيها كتير انا لهذا التليفون. يلا أنا طارق، هيدا 12 تي برو من شركة شاومي. شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك. خلينا نتحدث عن المميزات الجديدة على هالتليفون. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. هدول هن كل الرد بيجوا بقلب العلبة. عندنا التليفون مثل ما بنشوفه هون على اليمين، حيكون في عندنا 3 ألوان منه موجود بالسوق. 120 واط الشارجر بيجي بقلب العلبة كمان، بنقدر نستعمل اليو اس بي اي لليو اس بي سي. هذا الشريط طبعاً هون بنقدر نشارج فيه كمان التليفون. تقريبا بتاخذنا 19 دقيقة ولا شوي هيك لنقدر نشارجه من 0% بال 5000 ملي امبير الموجودة فيه للبطارية هونيك. ما عندنا وايرلس تشارجر. بيعطونا كمان الغطاء هون ترانسبرانت نقدر نستعمله، وبتجي العلبة هي موجودة مثل ما قلت لكم، 3 ألوان لهالتليفون بالسوق. هذا هو التليفون، مثل ما قلت لكم 5000 ملي أمبير البطارية الموجودة ورا، الكاميرا الأساسية 200 ميجا بكسل، هذا بسموه السامسونج ايسوسيل الاتش بي 1. الكاميرا الثانية حتكون 8 ميجا بكسل الترا وايد، تعطينا الواسع الصورة، و2 ميجا بكسل ماكرو، هيدا نقدر نعمل الصور القريبة، دول تون ان دي فلاش. هلا شكله لهالتليفون قريب كتير من 12 تي اللي نزلته كمان شركة شاومي هلا بنفس الوقت. الفرق الكلمة اللي موجودة هون عليه للتليفون مثل ما عم نشوف هون مكتوب عليها 200 ميجا بكسل، خلينا نعملها الفوكس. التليفون الثاني بيكون عليه 108، هذا بيكون الفرق الأساسي بس من المنظر. نفس البطارية، نفس التشريج 120 الواط تاعيته. عشمين هون التليفون فاضي لفوق، عندنا سبيكر تحت موجود، والسماعة الموجود كمان عندنا الميكروفون، وعندنا كمان بسموه هذا الاي ار بلاستر لانسيتر على التلفزيون. لتحت عندنا سبيكر الثاني، السيم كارد تري موجود لتحت لانه ضحط الخمسة ال 5G تاعيتنا، وعندنا كمان اليو اس بي سي وميكروفون. الشغلة الوحيدة كمان موجودة على الشمال، نسيت خبركم على اليمين قصدي، بيجي عنا هون الفوليوم راكر، وبيجي عنا كمان الزر تبع التضوية وتطفية الشاشة. الشاشة هي بتكون فلات ديسبلاي، معناته ما عنا كيرفتشر مثل ما موجود لورا للتليفون، ويكون عنا هون 6.7. خلينا ندورها هون، خلينا ندوركم الشاشة. مثل ما عم نشوف عنا الجوكو موجود هونيك، الفينجر برنت سنسور موجود لتحت. وإذا أنتم بتعرفوا هيدا شو هيدا من أي فيلم نازل هيدا، حتكونوا مبسوطين مثل ما أنا مبسوط فيه كثير لهالتليفون. 6.7 مثل ما قلت لكم، عندنا هون 120 هرتز 480 للتاتش سامبلينج، البرايتنس تاعتها للشاشه بتطلع ل 900 نت، بتكون كتير منيحه. الحاسوب اللي عندنا موجود هون سناب دراجون 8 بلس جن 1، معناته اخر حاسوب نزل من شركه كوالكوم باخر السنه. عندنا المي واي 13.0.1 على اندرويد 12 موجود عليه للتليفون. الموديل اللي عندي هون انا 8 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت للستورج. الرام بيكون ال بي دي دي ار 5 واليو اف اس 3.1 للذاكره تاعته للتليفون. عندنا يعني موديلين ثانيين 828 و 12256 بيجوا من وراء ومن قدامه، وثلاث الوان موجودين بالسوق، بس كلهم بيجوا بنفس الشكل. الشاشه بتكون حلوه، نفس النظام تبع التطبيق الموجود عندنا هون، والذاكره الموجوده عندنا هون كمان حلوه. بالنسبه لي انا اذا عم نتحدث عن الكاميرا الموجوده ورا الاساسيه 200 ميجا بكسل، كل صوره لوحدها اذا بتاخذوها 200 ميجا بكسل كامله حتكون 70 ميجا بايت، معناته لازمكم ذاكره اكثر. سو بنصيحتكم نصيحتي لكم انا على القليل يجيبوا 8 250 يا اما 12 250 ليكون عندكم كفايه ذاكره عليه لهالتليفون. والكاميرا الأساسية أخيرا هون 20 ميجا بكسل، تقدر تعطينا 1080p 60 فريمز بير سكند. هلا دورت الجيك بنش لأنه عادة بدنا نعرف شو هو قوته للحاسوب، كيف نشتغل عليه. السنجل كور موجود عليه 3304 4113 على المالتي كور، بيكون كتير تعيس، هذا منيح كتير خاصة عليه لهالتليفون مع 8 بلس جن 1. على سرعة التليفون على الليل بأمريكا، هلا ما بعرف عندكم بالسوق تبعكم، هالموديل الجلوبال اللي جاني أنا مثل ما عم نشوف السرعة هون 534 للتنزيل، 124 للتطليع، تقريبا 700 ميجا بايت تنزيل لل 154 تطليع. يعني هالتليفون عنده سرعات خرافيه بالنسبه لي بالسوق الامريكاني، رغم انه هالتليفون ما معمول لبلد امريكا، بيمشي كتير كتير منيح. ومثل ما عم تشوفوا عندنا الوال بيبر كتير حلو موجود ورا، كل التطبيقات منزلينها، التطبيق تبع الجوجل بلاي سيرفيسز، هذا الجلوبال، على الشمال عندنا الجوجل فيد، هون بنقدر نتفرج عليه، بنعمل كل الشغلات اللي بدنا اياها. طبعا الاب درور هون بنقدر نشوف كل التطبيقات الموجوده عليه للتليفون. اذا بنسحب من تحت على اليمين بنشوف التوجلز تاعتنا، تاعت النوتيفيكيشن بانل تاعتنا، بنشوف كل الاختيارات اللي عندنا هون، وعندنا كمان الجوجل اسيستنت الكنترولز موجودين. بسحب شوي لهون للشمال بنشوف النوتيفيكيشن، بس فينا نعمل زفش شيء، اذا سحبت من الشمال بتعطيني هيدي، اذا سحبت من اليمين بتعطيني هون، وفينا نسحب بين واحد وبين الثاني. كثير منيح
وكل الامكانيات والتظبيطات اللي عنا اياها مثل ما شفناها من شركه شاومي موجوده هون. حتى كمان عنا شغله حلوه كثير تحت السبيشال فيتشر هيدي بيسموها الهارت ريت مونيتور، فينا نستعمل الفينجر برنت سنسر تبعنا ليعطونا قد النبض تبع القلب تبعنا ونشوف قد قوته. الله خلينا نعمل شوي بده بعدها 150 ما بعرف ليه هالقد مشجع، بس هيتني مبسوط كثير. والساعه متاخره كمان عنا هون بنشوف شو بيصير، بس شغله حلوه اذا بتحبوا تستعملوها. هلا خلينا نتحدث عن الكاميرات الموجوده هون، لانه مثل ما بنعرف الاساسي الكاميرا هون حتكون احسن شيء عليه لهالتليفون، ما في اشكال. عندنا دوكيومنتس، عندنا البرو مود، عندنا الفيديو، احسن شيء فيديو على الكاميرا الارشيجيه موجوده ورا، خلينا نفتحها هون نظبطها. 8K 24 فريمز بير سكند، بس نصيحتي لكم تستعملوا 4K 60، هيدي حتكون كثير منيحه بتعطيكم صوره كثير حلوه من الكاميرا الاساسيه. هلا الكاميرا الاساسيه موجوده قدام 1080P 60 فريمز بير سكند حتكون احسن شيء، وهذا طبيعي مثل ما بنشوفه من شركه شاومي من قبل. تحت الصور فينا ناخذ الصور العاديه. هلا لما بنستعمل الكاميرا العاديه هيدي بتعمل بيكسل بيننج، هيدي اذا ما سامعين فيها من قبل معناته الكاميرا رغم انه هي 200 ميجا بيكسل ما بتطلع لي 200 ميجا بيكسل عاده، بتعطيني 12 ميجا بيكسل، بتعملوا بيننج بيعملوا كومبينيشن من البيكسلز لينزلوا الصوره لتطلع ل 12 ميجا بيكسل ايكوفالنت. عندهم موديل ثاني هلا بفرجيكم شو بنعمل، في عندنا البورتريت، عندنا النايت شوت، عندنا تحت المور، عندنا الالترا اتش دي. تحت الالترا اتش دي لما بتدوروها اول شيء بتقول لكم بتعطينا 50 ميجا بكسل للصوره، بعدين اذا بدكم تطوروا الكاميرا على كل قوتها معناته كل السنسور هذا تستعملوه 200 ميجا بكسل بتدوروها من فوق هنيك بتاخذوا الصوره. بس لكم شغله لازم تعرفوها، كل صوره من هال 200 ميجا بكسل تقريبا 70 ميجا بايت. هيدي الشغله ما فيكم تبعتوها لحدا باي ايميل ولا اي شيء، لازم ينعبط عليها للجوجل درايف ولا الدروب بوكس ولا هيك شغلات، سو هي شغله لازم تعرفوها لتتاكدوا مزبوط تعرفوا شو هي امكانياته. هلا هعطيكم مصدر عن الكاميرا الموجوده قدام وورا من هون بقلب استوديو، بس بعدين كمان هعطيكم صور وفيديوهات من الرحله انا رايح على المؤتمر تبع الاعلان تبعه لهالتليفون بالمانيا مع شركه شاومي، سو هيدي كثير كثير مبسوط فيها، حبلش هون بالاستوديو تبعي بامريكا وحنعطيكم صور وخبرتي استعماله بعد ما بسافر فيه كمان مع هالتليفون معي على المانيا. هلا وصلت انا على الاوتيل بالمانيا، عاده بعمل لكم هالفيديو بكون بجنينه ورا بيتي بس اور بلوس انجلوس، عشان هيك بتكون هيدي مؤتمر حلو كثير، المؤتمر حيكون بعد كم ساعه من هلا، انا وصلت بكير اليوم، بس عم بعطيكم المصدر عن الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، بتعطينا 1080p 60 فريمز بير سكند احسن شيء، ما عندنا 4K، بس بدنا نتحدث شوي عن الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا هال 200 ميجا بكسل كاميرا، شو معناته انه نستعملها لنعمل صور وفيديوهات منها. هلا قلبنا على الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا، الحلاوه فيها هون انه هيدي الكاميرا لما بدنا نتحدث عنها شو معناته 200 ميجا بكسل. الفرق مثل ما كنا نتفرج على التلفزيونات لما كنا نشوف ال 720p ونطلع على ال 1080p طلعت الفول اتش دي معناته، وكمان بعدين لما طلعنا من ال 1080p لل 4K معناته عم تطلع الصوره اكبر، عندنا تفاصيل زياده، معناته فيكم تاخذوا الصوره وتقربوا عليها كثير، حفرجيكم كمان مصدره منها، وهيدي الحلاوه فيها انه الكاميرا موجوده هون، بتاخذ صوره كثير منيحه وما محتاجين تلفوتو لانه فيكم تاخذوا الصوره بال 200 وتقربوا قد ما بدكم. يلا هيدا صوت وصوره مصدره من الكاميرا الاساسيه الموجوده على التليفون ال 12D برو من شركه شاومي. مثل ما شفتوا وسمعتوا الصوت والصوره بتطلع كثير منيحه من الكاميرا الموجودين عليها التليفون، مثل ما قلت لكم قبل احسن شيء حيكون موجود ورا. هلا خلينا نتحدث عن السماعات الموجوده هون، السبيكرز ستيريو سبيكرز. هلا ستيريو سبيكرز معمول عليه هون التونينج من شركه هارمن كاردن، واللي عندنا بالقلب التليفون عندنا الدولبي اتلاس لنظبط الصوت منه هونيك. هي الغنيه اللي دائما بنسمع عليها على هالقناه اسمها اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس، خلينا نبلش. Jack it up. مثل ما سمعتوا هون الصوت كتير كتير منيح. الشغله الوحيده بقول لكم اياه انه لانه السماعات موجودين لتحت هون على الشمال ولا موجودين على اليمين هون، اذا عم تمسكوا التليفون لتتفرجوا على الفيديو تاكدوا انه ما تغطوا عليهم من اليمين والشمال، اذا غطيت عليهم بتوقفوا الصوت ما بيبين كتير، بس اذا فتحتوا ايدكم شوي وخليتوا الصوت يعمل هيك من هون على اليمين وعلى الشمال بيعمل مثل كانه ايدين الهوبرلرات بيعلوا الصوت اكثر والصوت بيطلع حلو كتير. شاشه حلوه مثل ما قلت لكم، الفينجر برنت سنسور سريع، عندنا كمان امكانيات حلوه هون موجوده لما بنتفرج على الفيديوهات، مثلا لما خلينا ندور اليوتيوب مره ثانيه بس ما حملش الفيديو هلا، خلينا اعمل نوت ناو. اذا بدكم تعملوا هالسيستم بتدوروا من على اليمين، في عندكم سكرين ريكوردينج، السكرين ريكورد اللي بتظبطوها الكاستينج، في عندنا كمان هالسيستم اللي بخلينا نلعب فيديو ونخلي الشاشه تنطفي، معناته عادة اذا عندنا اليوتيوب وما فيكم انتم تستعملوا اليوتيوب اذا ما عندكم البريميوم وتخلوا الموسيقى تلعب رغم انه عم نطفي الشاشه، هيدا نظام حلو كثير. هلا انا عندي البريميوم بس ما بتمشي، مثل ما عم تقروا هون يور سكرين ويل بي لوكت بت ذا اب ويل ستيل بي رانينج ان ذا باك جراوند، معناته بتضلها ماشيه، وشغله كثير حلوه بتمشي هون على اليمين. في عندنا كمان الاب سكيل لنطلع الصوره احلى، عندنا ستايل، عندنا البيكتشر كمان فينا نظبطها لنعمل الابجريد عليها للصوره هون كمان ان انهانسد كولر، هيدي شغلات كثير منيحه فينا نظبطها من قلبها.
الدولبي ابس مثل ما قلت لكم، وعندنا الصوت هون بيمشي ليظبط الصوت اذا عم نستعمل سماعات اليو اس بي سي يا اما الهيرفونز. هلا ما ماشي هون لان عم نستعمل سبيكر فون، بس هيدي شغله حلوه. فينا كمان نفتح اي تطبيق بدنا اياه بالويندو مود، بيعمل هيك باب اب ويندو، فينا نفتحه بيصير فول سكرين، وفينا نسكره كمان بيمشي مزبوط. حلو كتير وبيمشي شكله كتير منيح، وهيدي مميزه حلوه بتطلعكم لما يكون عم تستعملوا تطبيق تبع الفيديو. هلا خلينا نتحدث كمان شوي عن الالعاب، كيف نستعمل الجيم سبيس، هيدا الجديد الموجود بقلبه للسيستم، بخلينا نقدر نركب كل التطبيقات تاعتنا هون. خلينا ننزل الصوت هذا شوي عالي. فينا كمان نعمل الكواليتي تاعيته ونظبط له على كل تطبيق قبل ما نفتح اللعبه ونخليها مزبوط بقلب السيستم تبعنا هون. خلينا نسكرها. ومثل ما بنشوف لما بنبلشها عندي الاندد هورد، عندنا البوب جي، كول اوف ديوتي موبايل، عندنا العاب ثانيه، بس كمان عندنا جنشن امباكت وجنشن امباكت موجوده هونيك. وانا نزلت الجيك بنش حتى اشوف السكور تبعه. فينا نشوف قد ايه عندنا بطاريه، قد ايه قوه الحاسوب عم نستعملها، وقد ايه قوه الجي بي يو كمان بنفس الوقت. لما بنلعب اللعبه بنشوف انه عندنا السيستم بيجي من هون على الشمال، مثل ما شفناه من قبل شكله قريبا، بس هذا بس معمول خصوصيا للالعاب. عندنا نفس التطبيقات نقدر نفتحهم هون بالويندو، الفويس تشينجر، التايمر، عندنا دو نوت ديسترب، السكرين شوت هون، الريكورد، عندنا السيتنج تاعتنا كمان، عندنا دو نوت ديسترب، الكاستنج، كل هالشغلات. كلير باك اب بنسكر كل التطبيقات الموجوده بالماضي، وكلير ميموري كمان بنقدر نشوف. سو كل التطبيقات بتمشي، وكل المعلومات الموجوده بالذاكره اللي ما عم نستعملها بتمشي حالها وحدها. فينا نعمل كمان بوست بتطلع لنا الفريم ريت تاعتنا تقريبا ل 60 فريمز بير سكند، بتساعدنا نلعب اللعبه منيح احسن بكثير. هلا بالنسبه للاختيارات تاعتنا اللي بتجي بقلب الببجي جي موبايل تحت الجرافيكس، فيني اختار الالترا اتش دي مع الالترا، رغم انه في عندنا بنعمل الاتش دي ار، صفينا نعمل اكستريم بيطلع الفريم ريت تبعنا احسن شوي. انا بفضل الالترا اتش دي لانه الصوره شكلها بتجنن، شكلها كتير حلو، الالوان وكلها بتمشي مزبوط لنا، سو ما حيكون عندنا اي اشكال. بس اذا بدكم تجربوها بالطريقه الثانيه اهلا وسهلا، جربوها مثل ما بدكم على التليفون تبعكم. هلا خليني اعطيكم مصدره هلا عن الالعاب عليه للبوب جي موبايل، ايوه عليه لل 12 تي برو من شركه شاومي مع التطبيقات اللي منزلها عليه للتليفون. مثل ما شفتوا التطبيقات حيمشوا كتير منيح، خاصة بالنسبة للألعاب. عنا شاشة سريعة، عنا ذاكرة قوية وكمان سريعة، عنا الرام كمان موجود كتير منيح وسريع، سو ما في أي أشكال. والحاسوب كمان آخر حاسوب موجود بالسوق. النظام الموجود عندنا هون مثل ما شفنا المي واي 13 على اندرويد 12. خليت اللي عم فسركم عليها هلا، انا سجلتها يوم الاحد اخر شيء قبل ما طلعت على الطياره الثانيه الصبح، عشان هيك ما عندي توقيت اعرف هذه الشغلات. بس اذا بدكم تعرفوا هذه الشغلات زياده ومعلومات زياده عن اللي صارت من هونيك، الحقوني على تويتر وعلى الانستغرام على بالادريس تبعي @tkadsl 8655، موجودة عادة بالمعلومات تحت بالدسكربشن إذا بدكم تطلعوني من هونيك. بس على ليلي هونيك حتشوفوا عدة صور وعدة شغلات شيء من المؤتمر بألمانيا. سو خلينا نتحدث شوي عن الكاميرات الموجودة هون. الكاميرات الموجودة هون الخبرة اللي عم تعطينا هي شركة شاومي شوي مركزة على كاميرا أساسية، الكاميرا ال 200 ميجا بكسل حتكون أحسن شيء. ال 8 ميجا بكسل الترا وايد حتكون يعني حتكون منيحة، بس ما حتكون أحسن شيء بالتليفون هيدا. بالنسبة لإلي تسجيل فيديو لازم ينعمل عليها الكاميرا الأساسية الموجودة ورا، بدكم تاخذوا صور كمان ركزوا أحسن شيء، إذا فيكم ترجعوا شوي وتاخذوا الصورة بالكاميرا الأساسية حتنبسطوا منها أكثر، لأنه أحسن كاميرا موجودة عليها التليفون.
الصوت والصور مثل ما شفنا من قبل، الصوت عليه كتير منيح، بس خبرة استعمال الصور من شركة شاومي، الألوان وكيف تجي الصور، إذا مستعملين التليفون من قبل هتكونوا مبسوطين كتير فيه، وما حيكون في كتير تغيير. فيكم تعملوا الصور 12 ميجا بيكسل العادية، 50 ميجا بيكسل للألترا اتش دي، فيكم كمان تعملوا 200 ميجا بيكسل. بس بالنسبة لي أنا فيها استعمال، بس إذا بدكم تعملوهم طبع لازم تعملوا الصورة تكون كتير هاي ميجا بيكسل حتى تكون كتير منيحة. بس إذا بدكم تستعملوا بس الفيديوهات لتاخدوا الصور اللي تبعتوهم لناس تانية، ما بنصحكم إطلاقا تستعملوا 200 ميجا بيكسل، لأنه ما حتقدروا تستعملوها إلا إذا نزلتوها بتطبيق وعملتوا لها إيديتنج وصغرتوها وعملتوا شغل فيها قبل ما تبعتوها. لأنه 70 ميجا بيكسل ما فيكم حتى تبعتوها بالإيميل، لازم تحطوها على الدروب بوكس ولا تحطوها بقلب الجوجل درايف ليمشي، يعني هالمعلومات كتير كتير موجودة عليها التليفون. عشان هيك أنا أول شيء بقول لكم إنه أنا بسطت فيه كتير التليفون. هالتليفون عنده كتير مميزات حلوة، تشريجه سريع، كل شيء عنده لهالتليفون سريع. ومش بس هيك، الشاشة كمان فلات منا كيرف موجودة هونيك لما بنلعب ألعاب، ونقدر نحط عليها كمان سكرين بروتكتور وبيعطونا غطاء بلاش بقلب العلبة. ومش بس هيك، بيعطيكم الشارجر بقلب العلبة بيمشي مزبوط، بيشارجكم بطارية تقريبا 5000 ملي أمبير من 0% بتقريبا 20 دقيقة. هذا كتير حلو كتير. بس بدي اعرف انا شو رايكم انتم فيه لهالتليفون، هل انتم مبسوطين متشجعين على تليفون بيعطيكم كاميرا بهالشكل هيدي الايسو سيل HP1 من سامسونج عليه لهالتليفون؟ هل انتم معجبين بقوه السرعه تاعت الشاشه تاعيته؟ بدكم الحاسوب الجديد من سناب دراجون 8 بلس جن 1 اللي ما بيحمى كتير مثل الاي جن 1 اللي شفناه اول السنه؟ سو في كتير شغلات انا مبسوط فيها، بس خبروني تحت قولوا لي شو بتحبوا لي اركز عليه لهالتليفون. شغلة تانية قبل ما اخلص الفيديو بدي اقول لكم انه بعتقد لاحظتوا انه انا لابس هالساعه جديده، هيدي شاومي سمارت باند 7 برو اللي نزلوها بنفس الوقت. بدي وقت شوي زياده لاعمل فيديو عليها، اذا بتحبوا تشوفوا فيديو عليها بالعربي انا عم باسس عليها تقريبا بالانجليزي، بس اذا بدكم تشوفوا واحد بالعربي بليز بليز خبروني تحت وقولوا لي انه بدكم تشوفوا هالفيديو، بظبط لكم كمان الفيديو لما ننزله بالانجليزي بنزله بالعربي كمان ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك، شكرا لشاومي انه مش بس بعثوا لي التليفون وعزموني على المؤتمر، وان شاء الله تكونوا انتم بسطتوا بكل الصور والفيديوهات اللي فرجيتكم عليها بهالفيلم بهالفيديو هون اللي عملته هون على المراجعه تاعتنا لهالتليفون. يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.